طبعا للحديث اكثر عن قطاع التشريح وايضا قطاع غيار السيارات المستعمله وايضا بالنسبه للوكالات ينضم الينا الاقتصادي والمهتم بحمايه المستهلك الدكتور سليمان اسماعيل. اهلا بك دكتور سليمان، سعيدين بتواجدك معنا عبر الشاشه الاخباريه. الله يسعد ايامك. مشكور اكلا دكتور. طبعا خطوه مهمه يعني تقوم بها وزاره الشؤون البلديه والقرويه ل يعني تطوير عمل نشاط التشريح في المملكة، خصوصا أن هناك الكثير من يلجأ إلى هذه الأماكن في ظل يعني أحيانا يكون هناك عدم توفر القطاع الغيار وأيضا يكون هناك ارتفاع بالنسبة لأسعار القطاع الأصلية. صحيح. فبالتالي كيف ترى هذه الخطوة؟ لا شك طبعا أي أصلا أي توجه تنظيمي لأي نشاط أو أي قطاع لا شك أنه فوائده طبعا معروفة ومحددة سلفا، وبالتالي أعتقد أن توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية حينما رأت مدى فداحة الإشكاليات التي تنتج من 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 القطع المستعملة في التشريح ومدى ضررها على صحة حياة المواطنين، يعني ضحايا كثير راحوا بسبب القطع الغير جيدة، وبالتالي رأت انه قيمة الانسان وحياته اهم من 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 سلع. صحيح. من هالفوضى هذه العارمة في 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 وبالتالي ارى انه نتائجها تحتاج، بس انا اعتقد ان التنظيم يحتاج الى آلية تفعيل هالنظام هذا، مش مجرد آلية مجرد انك تحط لي نصوص. صح. لابد تكون هناك فيه تفعيل. لوائح تنفيذية لتطبيق المواد هذه للسيطرة والتحكم بالفوضى العارمة اللي موجودة الآن في الأسواق. طيب دكتور خلينا نتكلم بواقعية أكثر. طبعا. يعني دائما ما تكون العمالة الوافدة هي إشكالية من ضمن الإشكاليات في أغلب المشاكل، نتحدث تستر تجاري، نتحدث أيضا ويدخل في هذا المجال أيضا. صحيح. نتحدث أيضا أسعار يتم المبالغة بها من خلال هؤلاء العمالة. الآن يعني مع جائحة كورونا شهدنا هناك تنظيمات يعني بالنسبة للعمالة الوافدة بعد الإشكاليات التي سببتها، وبالتالي الآن هذا دور مهم بالنسبة للوزارات وأيضا الجهات المختصة أنه بعد هذه الأزمة أن يتم تصحيح أوضاع هؤلاء وأيضا التشديد في الجانب العمالة الوافدة. ما في شك طبعا، لا شك أنه دائما إحنا حينما نشتكي من الغش، سواء الغش في المواد الغذائية أو غش في قطاع غيار السيارات، نجد أن وراها عمالة سائبة، وللأسف أنه العمالة السائبة في تصور، ويجب أن نكون واضحين وصريحين، إذا لم تجد الرعاية والغطاء من بعض السعوديين او المواطنين هذا لما عبثوا فسادا في الجانب هذا، وبالتالي ارى انه يجب دكتور معلش قاطع، يمكن وزير التجاره ذكر في حديث سابق انه وراء كل متستر مواطن. ما في شك، وبالتالي لا شك شوف طال عمرك انا اعتقد انه الوزراء ومجلس الوزراء ملمين، يعني عندهم دراسات وتجيهم تقارير، يعني يعني هم عارفين المشكله، بس احنا نحتاج الى علاج جذري، علاج قاطع، وليس على ما قال تخدير. نضع انه اوكي ما يمنع انه احنا نصدر انظمه وجميل التوجه هذا ومبادرات جيده، لكن نحتاج خطوات اقوى من كذا، نحتاج الى توسيع وتقليل هالفجوه هذه والقضاء على المشاكل اللي تنتج سواء من القطع الغيار او من او قطع الغيار المستعمله. جميل. في التشليح او ايضا العماله الوافده، نحتاج الى تكاتف جهود بين الجهات المعنيه، بين وزاره الداخليه وبين الجهات الامنيه بشكل عام وبين وزاره التجاره وبين وزاره الشؤون البلديه القرى وكل من له شان في هالجانب هذا، نحتاج الى تكتيف الجهود. شوف العمل فرادى هذا ونتائجه ما لا يعني ليس له نتائج، وبالتالي نحتاج الى تكاتف جهود. ايضا الجمعيات الغير مدنيه مثل جمعيه حمايه المستهلك، مثل الجمعيات الاخرى، مثل الجمعيات التعاونيه. صحيح. هذه نحتاج ايضا الى تكاتف جهود والعمل، لانه كلنا نحن في هدفنا واحد، خدمه وحمايه المستهلك ومحافظه على حقوقه ورعايه مصالحه. يمكن التوجيه السامي في مكافحه التستر التجاري في وجود عده جهات، وبالتالي هذا يسهم في لا شك مكافحه مثل هذه المخالفات. في المقابل يا دكتور ايضا سليمان، يعني اقبال الشباب دائما نشاهده في اعمال اخرى يكون حاضر، لكن في التشريح جت فتره كان
هناك في إقبال، لكن بعد ذلك حدث هناك عزوف من الشباب، وقد يكون أسباب يعني عمالة وافدة وعدم وجود تنظيمات تحمي هؤلاء الشباب من المنافسة العادلة تحديدا في هذه الإشكالية. وبالتالي كيف ممكن نحفز الشباب إلى العودة إلى هذا المجال، خصوصا أنه يعني مجال خصب وأيضا فيه باستثمار، ويستفيدون أيضا يعني في تقليل أيضا نسب العطاء البطالة تحديدا من خلال تواجدهم في مثل هذه المشاريع. أنا أعتقد أنه يجب وأأمل أن لا يغفل النظام الذي سوف تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في تنظيم قطاع التشليح، أن ينظر بعين الاعتبار إلى تشجيع السعوديين والمواطنين في الدخول في هذا النشاط، لأنه الحقيقة نشاط مربح، بس أنه يحتاج إلى جلد وصبر، وشبابنا الحمد لله عندهم صبر وجلد أقوى من هذا. ولكن النقطة المهمة اللي ذكرتها أنت، أنه للأسف كل نشاط تجده يتحكم فيه جنسية معينة، صحيح. وبالتالي يجدون أنه هذا النشاط أو هذا المنطقة دي محرمة، يجب أن لا، وبالتالي يحاربون كل من يدخل فيها النشاط، صحيح. هذا، وبالتالي أيضا لا تجد، فنحتاج إلى من النظام القادم إن شاء الله أن يكون في نصوصه حماية وتشجيع للمواطن السعودي أن يدخل في هالجانب. يمكن دل الدكتور فيما ذكرت في قطاع الاتصالات يعني حسنت. شهدنا فترة سابقة دخول وتوطين بالنسبة لهذا القطاع، ولكن ما زالت المخالفات موجودة والرقابة، يعني خلنا نتكلم بواقعية أكثر، نشاهد وجود للعمالة حتى الآن يعني متواجدين في المحلات، وبالتالي شهدنا يعني زي ما تفضل دكتور انه في ضعف في هذا النشاط وحجم السوق بالنسبه للاتصالات بالنسبه للسعوديين، وبالتالي كيف يمكن ايضا ان نحلل هذه الاشكاليات بالنسبه للجهات المعنيه، انه كيف ممكن تساهم في دعم الشباب السعودي من خلال كبح مثل هذه المخالفات. حقيقه يجب ان نكون منصفين الحقيقه، ويجب ان لا نكون سلبيين. جهود وزارة التجارة وجهود وزارة الشؤون البلدية والقرية وجهود وزارة الاتصالات والداخلية تجد الحقيقة لهم جهود ملموسة، صحيح. ولكن الوضع أنه المشكلة أنه هل متسترين ذولا واللي يشجعون على العمالة السائبة هذه، نجد أنه مشكلة في آخر الأمر، نجد ابن الوطن وراها، فبالتالي نجد انه صعوبه. لكن انا اعتقد انه بدات تخف، ولكن نحتاج الى صدق في تنفيذ العقاب والنظام متى ما طبقناه بقوه وبدون مجامله. انا اعتقد انه سوف يقلل ويخفف من هالإشكالية هذه. جميل. طيب دكتور، ذكرت يعني وفي التقرير ذكروا أنه قد يسبب إشكالية مثل هذه القطع، وبالتالي يعني بالتأكيد العامل الوافد لن يهتم لعملية أنه هالقطع سليمة أو غير سليمة، مجرد يبحث عن الربح. بالتالي وجود الشاب السعودي في مثل هذا المجال سيكون هناك حس مسؤولية أيضا في تقديم المنتج الخاص. لا شك أيضا نحن الوازع الديني أيضا. صحيح. الوازع الديني أيضا ترى مهم جدا في عملية أنه بيع السلعة هذه، إذا وجد أنه فعلا سلعة مضرة وسلعة تؤدي إلى هلاك الشخص اللي جاي يشتريها، أنا أعتقد أنه نجدها متوفرة في السعودي أكثر من الأجنبي. مثل ما تفضلت، الأجنبي مجرد هو جاي لفترة معينة يجمع أموال وثم يغادر إلى بلده، صحيح. ما تجد فيها الحرص على حياة الناس وعلى على على وعلى على سلامتهم أيضا، صحيح. وبالتالي أعتقد إنه بس إحنا نحتاج إلى وقت، ونحتاج إلى إنه آمل إنه أكرر مرة أخرى إنه التنظيم القادم أو النظام القادم أن يعطي حجم أكبر في بنود النظام لتشجيع وآلية التشجيع المواطنين، صحيح. من خلال تقديم حوافز الى اخره. انا لن ادخل لانه ما هو موضوعنا، ولكنه انا اعتقد انه نحتاج الى 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 تشجيعهم، والافكار موجوده، ولكن بس نحتاج الى تطبيقها على الواقع، تفعيله. وايضا يمكن كما ذكر الدكتور انه الاهم ايضا تكاتف الجهود ما بين الجهات الحكوميه وايضا المواطن، لانه ايضا مساهم دائما المواطن هو طال عمرك، هو المستهلك بالاحرى، هو العين الثالثه، صحيح. لكل للمسؤول، للرجل الامن، لوزاره التجاره، هو الذي يدلهم على المشاكل والخفايا التي تصير. جميل. نعم. الاقتصاد المهتم بحمايه المستهلك الدكتور سليمان السماحي، شكرا لحضورك. اشكرك. شكرا لك.